تعالوا معي لنفتح هذا الكتاب ونرى هل فعلا يوجد حديث صحيح وصريح. أعيد، حديث صحيح السند لا غبار عليه، وصريح المضمون والفهم. لا نريد حديث فيه طلاسم وتأويلات، نريد حديث صريح يقول أن عمر هدد فاطمة بإحراق دارها. أليس كذلك إخوتي الكرام؟ إذا كان الأمر كذلك تعالوا معي إلى هذا الكتاب. المصنف لابن أبي شيبة المتوفى 235، الجزء 13، أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال: وأيم الله يقسم ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن أمر بهم أن يحرق عليهم البيت، أن يحرق عليهم البيت. الآن سيقول قائل: يا أخي نحن لا نريد شرحك ولا نقبل منك أي شيء، نحن نريد عالم من علمائنا أو محقق قال أن هذا الحديث صحيح الإسناد. طيب، جميل جدا، إليكم محققين آخرين حكموا على هذا السند الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بالصحة، شاهدوا. المصنف لابن أبي شيبة بتحقيق الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشتري، المجلد 21، يذكر الحديث رقم 9، وفي الحاشية يقول: صحيح، أخرجه أحمد في فضائل الصحابة، وابن عبد البر في الاستذكار، وابن أبي عاصم في الأحاد، المذكر في التذكير والذكر للشيباني، يذكر نفس السند الذي في المصنف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يعني صاحب المصنف، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال. وفي الحاشية يقول: إسناده صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بهذا الإسناد. أصح ما جاء في كتب السنة في هذه القصة ما روي عن أسلم القرشي مولى سيدنا عمر بن الخطاب، اللي جت في هذه الرواية المقولة بتاعت أسلم إن سيدنا عمر بن الخطاب ومعه بعض الصحابة قال لها: وأيم الله بمانعي، يعني عمر، من حرق البيت عليه، بمانعي يعني عمر من حرق البيت عليه. أخرج ذلك أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي شيبة في المصنف وابن عبد البر في الاستيعاب والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وكل ذلك بإسناد صحيح، وكل ذلك بإسناد صحيح. والله لتخرجن يا علي ولتبايعن خليفة رسول الله، وإلا أضربت على بيتك النار. يا هذا، ما لنا ولك؟ افتح الباب وإلا أحرقنا عليكم بيتكم. ولكن بالبيت فاطمة. وإن؟ أما تتقي الله تدخل علي بيتي بغير إذن؟ ثم دفع الباب برجله فكسره، وكانت فاطمة خلف الباب. يقول جمع من المؤرخين والمحققين إن فاطمة رعاية لسترها وحجابها لاذت وراء الباب، فانتهزها فرصة فعصرها بين الحائط والباب. ويلاه ويلاه، فنبت مسمار الباب في صدرها، وأثرت العصرة على جنينها فصاحت: وأبتاه يا رسول الله، ومحمدا ومحمدا، والذي نفسي بيده لا أحرقنها على من فيها، علي بالنار. قرعني